السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسمياً أخبار تدور حول عودة الحجر الصحي خلال شهر رمضان، فتخوفاً من انتشار واسع فيروس كورونا وقبل أسابيع من حلول شهر رمضان، تطرش أخبار سربت من الكواليس الداخلية للحكومة مفادها أن السلطات المغربية تتدارس تشديد التدابير الاحترازية خلال الشهر الفاضل. وبحسب ما يروج، فقد تلجأ السلطات إلى فرض إغلاق شامل ابتداء من الساعة 5 مساء أو 6، ووقف جميع الأنشطة والتنقلات داخل وخارج المدن إلا في الحالات الاستثنائية والمسموح بها. والحكومة تتكتم على قرارها النهائي في هذا الإطار نظرا للأزمة الاقتصادية والمطالب المتكررة لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي. ويذكر أن جهات عدة حاولت التأكد من صحة ما تم تداوله بشأن هذا التضارب الحكومي بخصوص التدابير اللي غادي تعلن عليها خلال شهر رمضان الفاضل، إلا أن الجهات المعنية رفضت التعليق على هذا الموضوع التي أرق بال الكثيرين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان. وديال السلع تباني تحذيرية بخصوص الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن عودة دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا إلى فرض حجر صحي في عدد من المناطق ديالها، طارت المخاوف نفوس المغاربة وكل شيء خايف ليتكرر السيناريو ديال رمضان 2020. وقدروا نقولوا باللي بزاف ديال المدن المغربية شهدت في الأونة الأخيرة حملات واسعة قادتها عناصر ديال الأمن الوطني والقوات المساعدة لفرض التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث استهدفت المقاهي اللي ما تيحترموش صحابها شروط السلامة والوقاية، وكذلك الباعة المتجولين بالشوارع العامة اللي ما تيحترموش إجراءات التباعد الاجتماعي. ونقدروا نقولوا باللي اللي زاد من الشكوك حول هذا الموضوع هو مجموعه من الاخبار المتداوله واللي تيقولوا الناس باللي هي مسربه من داخل اللجنه العلميه لاعاده الحجر، وهذا الامر اللي بات محط نقاش اجتماعي متعدد الاطراف خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، طيب الحمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية ورئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، يقول باللي الحجر الصحي الشامل لم تعود له الدول الأوروبية كما كان الأمر في شهر مارس المنصري، بل إنها عملت فقط على حصر الأنشطة لتتساهم في انتشار أكبر للفيروس، مضيفا أنه لا حاجة لحجر صحي جديد، خاصة وأن العالم اليوم بات تعرف أشنو هو الفيروس وتعرف أشنو هو شروط الوقاية منه. وأضاف الدكتور الحمضي أن احتمال فرض حجر صحي جديد في المغرب على وجه التحديد هو أمر مستبعد، مشير إلى أن ذلك لا يعني عدم تشديد الإجراءات الاحترازية، إذ من الممكن أن تتخذ وضعا أكثر صرامة أن على مستجدات الوضعية الوبائية في المملكة، وتشير ظهور السلالات الجديدة من الفيروس واللي تفرع ديالها أو سرعة الانتشار ديالها 70% بنظرتها من السلالات. وبخصوص حملة تلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، الحمضي يقول بلي التحكم في الوضع الوبائي غادي يساعد على تحقيق أهداف الحملة، ويمكن نوصلوا للتلقيح ديال 60% من المواطنين والمقيمين كذلك. وتضيف بلي تدهور ديال الوضع الوبائي غادي يكون له أثر كبير على الحملة. ومن هذا المنطلق، الحمضي أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنب الانفجار الوضع الوبائي كما حدث في إسبانيا وأمريكا، وتوصي باحترام مسافة الأمان وتجنب التجمعات البشرية وارتداء الكمامات الواقية. وخوتي وخواتاتي، هذا الشيء اللي أعطى الله هذه الليلة. الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الفيروس هذا، ويحفظ هذه البلاد، ويحفظ سيدنا ولي السلطان، الله ينصره والله يعاونه. ليلة سعيدة، وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تدعمونا وتشجعونا حتى احنا حلنا بحال القنوات الأخرين. الله يجزيكم بخير. ليلة سعيدة.